الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها المشاهدون الأكارم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم قصة حديث، وأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وجوده وكرمه أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. أيها المباركون، حديثنا في هذا اليوم عن دعاء عظيم من أدعية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا الدعاء كان يقوله عليه الصلاة والسلام أثناء السفر، وهو ما يعرف عند الجميع بدعاء السفر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السفر قطعة من عذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليرجع إلى أهله. هذا أصل عظيم يقرره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما يتعلق بالسفر، أنه قطعة من العذاب، والمراد بالعذاب هنا العذاب الدنيوي. فالإنسان يتعذب في داخله وفي نفسه بسبب ما يجده من حسرة وضيق ناتج عن ابتعاده عن وطنه وعن بيته وعن أهله وعن أحبته، وهذا أمر فطر الله تبارك وتعالى عليه بني آدم جميعا، بل فطر عليه حتى الحيوانات والبهائم أنها تحن دائما إلى أوطانها. نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما أخرجه قومه من مكة نظر إليها بعد أن خرج منها وقال: والله إنك أحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى، أحب البقاع إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فكان يحب عليه الصلاة والسلام مكة، ولذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام بعد أن أخرجه قومه من مكة واستقر في المدينة: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وأكثر. كان يطلب الزيادة حتى لا يحن بعد ذلك قلبه إلى مكة، وكان يتشوف عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة حينما كانت القبلة إلى بيت المقدس: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قد نرى تقلب وجهك في السماء. فعليه الصلاة والسلام كان يحن أن تكون الكعبة أو القبلة إلى الكعبة في مكة المكرمة، واستجاب الله تبارك وتعالى له هذا الطلب وهذه الأمنية. دعاء السفر أيها المباركون هو: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن ثم زاد عليهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. هذا هو دعاء السفر، وهو دعاء عظيم جدا بدأ فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالتكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر من كل كبير، والله أكبر من كل من يمكن أن يؤذيك في سفرك الذي أنت مقبل عليه، الله أكبر من كل ما يمكن أن يؤذيك في سفرك هذا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فاصل ونعود إليكم من جديد. حياكم الله أيها المشاهدون الأكارم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ينزه
الإنسان المولى تبارك وتعالى عن كل عيب ونقص. سبحان الذي سخر لنا هذا، أي جعله مسخرا لنا، جعله مذللا لنا، وما كنا له مقرنين، يعني وما كنا مستطيعين لذلك لولا أن الله تبارك وتعالى امتن علينا بتسخيره لنا. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، أي أن مرجعنا إلى الله تبارك وتعالى في نهاية الأمر في يوم القيامة، مآلنا إليه تبارك وتعالى يحاسبنا عز وجل، كما في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فمرجعنا إلى الله تبارك وتعالى. اللهم، يعني دعاء: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. البر اسم جامع لكل الخير، فنسألك الخير، وكذلك نسألك التقوى، أي نسألك أن يكون بيننا وبين عذابك وقاية، بكوننا ممتثلين أوامرك في هذا السفر، منتهين عما نهيتنا عنه. ومن العمل ما ترضى، أي نسألك الأعمال التي تحبها يا رب وترضى عنها. فهو في هذا الدعاء يسأل المولى عز وجل أن يكون سفره سفر طاعة، أو سفرا مباحا على الأقل. سفر طاعة مثل أن يسافر الإنسان للحاج، يسافر للعمرة، يسافر لطلب العلم، يسافر لعيادة مريض مثلا، هذا كله سفر طاعة، يعني يسافر من أجل أمر يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. السفر المباح مثل السفر للسياحة، لا إشكال فيه. فهذا أقل ما يقال في هذا المقام. فهو يسأل الله عز وجل أن يكون سفره هذا سفرا فيه من البر، وفيه من الأمور التي ترضي المولى تبارك وتعالى، يعني لا يريد أن يكون سفره سفر معصية يعصي المولى تبارك وتعالى فيه. وسفر المعصية هذا ذنب عظيم، والصحيح من أقوال أهل العلم أن صاحبه لا يجوز له أن يترخص برخص السفر، لا يقصر، لا يجمع الصلوات، لا يفطر إذا كان في رمضان، لأن في أخذه برخص السفر إعانة على المعصية. ثم يقول في هذا الدعاء: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. يسأله أن يكون هذا السفر سفرا سهلا سلسا لينا، ويطوي بعده، أي يطوي المسافة التي بين البلد التي سافر منها وهي وطنه إلى البلد الأخرى. اللهم أنت الصاحب في السفر، الإنسان دائما يحتاج من يصحبه في سفره حتى يعينه ويثبته ويقويه، يكون له أنيسا. اللهم أنت الصاحب في السفر، فيسأله عز وجل أن يكون صاحبا له في السفر، والخليفة في الأهل الذين تركهم وراءه، يحفظهم الله تبارك وتعالى له بحفظه عز وجل. إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بحوله تبارك وتعالى وقوته. إلى ذلكم الحين أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.